بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس محمد عربيات من قائمة البلقاء المهنية المستقلة النقابة للجميع. أنا اليوم حصلت على 452 صوت باللجنة المركزية لفرع السلط. بإذن الله الأيام القادمة راح تشهد نقدر نقوم على تغيير أفضل للمهندسين، ونقدر نحاول نحقق لهم مكاسب فردية لمهندسينا، ونعمل على أن تكون النقابة لكل المهندسين امتيازاتها. أي شيء بصدر عن النقابة يكون هو لصالح المهندس أولا وأخيرا.